أصدقاء شارع الحرية بمدينة طنجة، هذه تقريبا واحد 3 أيام ولا 4 أيام ولي طرافو في هذا الشارع. هذا كاين إعداد سيناريو عملي فعلي لتصوير فيلم تاريخي. دونك كاع الأماكن اللي كتبان مثلا كتشوفو هنايا كيتغطاو السواري، كيزولوا بزاف ديال، راه حتى كانوا كيلكو بلاك. دونك هانتوما كتشوفوا يعني كاين هاد الجدار هذا بحال اللي كيغطيو كل ما هو عصري باش يمثلوا فيلم تاريخي. منهم هاد الوحدو كيزولوا لي بلاك، بعد دوك لي بلاك كيزولوهم باش كيديروا الديكور ديال الوقت. دونك فيلم تاريخي و طنجة ان شاء الله. دونك حتى لو تروطوار كتلاحظوا داك هاد البيض والاحمر، يعني الاماكن اللي غتظهر في راهم ديجا راهم كيصوروا. دونك ما كيبغيوش اللي يشعل التليفون يصور وهذا، وان كان انا شويه شجلاخه في هذا الشيء. هذه مدينتنا دونك هذا الديكور اللي دايرين دوك الباعه. دونك دايرين الديكور طبيله البريريده تاعي اكسترا، وكاين عاوتاني حاجه راه كتمثل الفوق الجهه الفوق. وهذا الحانوت هذا حتى هو هذا سالاو به، لان الصباح كانوا هنايا في هذه الجهه هذه. دونك يلاه يلاه فاصاد وصافي. اي فوالا، هادي غير دو باساج انا دايز، قلت راه ننقل لكم هاد اللقطات. طنجة اذا كانت مراكش قبلة سياحية عالمية، فطنجة في طريق التحول، يعني المباني التاريخية اللي فيها انتم كتشوفوا على سبيل المثال الهندسه المعماريه هنايا، هنا عباره عن متحف، مدينه قديمه عباره عن متحف ديال الهندسه المعماريه بجميع الاشكال والاصناف. بما انها كانت منطقه دوليه، كان ورا قلتها في مجموعه ديال الفيديو، كانت الجاليه الاجنبيه الممتله هنايا كانوا كيتنافسوا في طنجه. كان عندها واحد الطابع خاص، حتى الجواسيس كانوا هنايا، جميع العملات تقريبا اللي كانت معروفة آنذاك كانت كتصرف في السوق برا في الصياغين، أنسي دو سويت. اللي محظوظ عايش في هذه المدينة واللي محظوظ غيجي يزورها، واللي ما زارهاش أنا كنقولهم كنقول هاد الصور هاد على الخصوص كنركز على المدينة القديمة، أما من الجهات أخرى عادية، الأحياء عادية، دوك بحال الجهة ديال حي الموظفين اللي كتسمى هنا الموظفين. بعض الأحياء مثلا قواسم دوك العمارات وذا، ما كانت شي عادي، ولكن توسكي هيستوريك بحال دابا هذه اللي كنشوفوا، راه المكان فين خطب محمد الخامس هنا في ساحة 9 أبريل. دونك كتشوفوا البناية اللي حداه، ودابا كنظن تما كاينه لا ما بقاتش حتى المحكمه التجاريه، هبطوها للمكان ديال المحكمه الابتدائيه سابقا. سيدي بوعبيد، وحتى داك المكان اللي كانوا كيتباعوا فيه الاحذيه التقليديه ودوك القنيدرات واكسيتيرا، راه هو كامل تعود من جديد، وحاولوا يحافظوا له على الشكل بلوز او موان اللي كان عليه مودرن، مي مشى بداكشي القرمود اكسيتيرا، سينما الريف. اي فوالا،
من هنا فين كاين الراية في الوسط الفوق شويه كاين اوتيل مراكش، ودائما كندوز من هنا. ما كنتش رديت له البال حتى واحد النهار واحد المجموعه ديال النقلزه كانوا كيسولوا على اوتيل مراكش، الجي بي اس كيلوحوا من هنايا، ومن بعد دوك الزنيقات وداك الشيء ما كيتلفوا كيرجعوا لو سونتر. دونك انا واقف كنقول كاين هذا فندق الطايف، كاين لي طونجير وكيدوز من هنا ولكن ما كيهزش راسو لهنا، ما غادي المدينه عارفها عارف راسو فين هادي، هاد لي ديتاي ما كيرد لهمش البال. اي فوالا، والمسجد ديال سيدي بوعبيد هذا ايقونه هذه المنطقه، يلا تهلاوه.